السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهابا استعراضها مما تضمنه البيان الأخير الصادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، والذي رد فيه على بيانها السابق الذي دعت فيه وسائل الإعلام إلى عدم التعرض لشرف رئيس الجمهورية. الهابا وخلال بيان أصدرته الثلاثاء أكدت أنه لو كان المتضرر هو شخص آخر لدافعت عنه بنفس القوة، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من الجميع وداعية إلى التمسك بما تحقق في مجال الحريات مع مراعاة القوانين المنظمة لقطاع الفضاء السمعي البصري. خلفت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري خلفت أضرارا بعدد من المنازل فضلا عن اجتياح المياه لبعض أحياء المدينة، وقد تجاوزت كميات الأمطار المسجلة 40 ملمترا. تقول السلطات المحلية إنها تدخلت فورا وباشرت إحصاء الأضرار المادية لإيجاد بدائل سكنية للأسر المتضررة. نظم عدد من الأساتذة والمعلمين العقدويين أمس وقفة احتجاجية بمباني وزارة التهذيب بنواكشوط. المحتجون طالبوا بتطبيق وعد السلطات الموريتانية لهم بدمجهم في سلك الوظيفة العمومية، معتبرين أن هناك حاجة ماسة لهم بفعل النقص الحاصل في الكادر التعليمي. وأضاف المحتجون أن قطاع التهذيب ماطل في حل مشكلتهم نظرا لاعتبارات خاصة. أعلنت الجامعة العربية أمس الأربعاء تأجيل الاجتماع الخاص بوزراء الدفاع والخارجية العرب لإقرار بروتوكول تشكيل قوة عربية مشتركة، والذي كان من المقرر انعقاده اليوم الخميس. وقالت الجامعة في بيان لها أنها تلقت مذكرة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية يطالب فيها بتأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب إلى موعد يحدد لاحقاً. وأضافت أن الجامعة تلقت مذكرات من كل من مملكة البحرين، دولة الكويت وقطر ودول أخرى تؤيد هذا الطلب. نهاية موجز الثالثة تفاصيل أوفا تجدونها في عرض السادسة الإخباري، كما تجدونها على موقعنا على الإنترنت www.saahel.tv. إلى اللقاء.